أحضرت لك الشراب سيدي. سيريحك في هذا اليوم الصعب. شكرا لك يا حليمة، ولكن اعلمي أن نظرة واحدة منك كافية كي تريح قلبي. يكفي ألا تحرميني من عينيك الجميلتين. عيناي تسعيان لراحتك دائما أرطغرل. عندما أرى وجهك يضحك هكذا تغمرنا أنا وابنك فرحة لا مثيل لها أبدا. شوقي إليك كبير بقدر جبل شامخ وقوي مثل ماء متدفق. لقد قطعت منتصف الطريق يا حليمة، أكاد أصل إلى المراد، ولكن الأعداء خلفي وأمامي. ولكن حين تنقطع أنفاسي أفكر بكم، بك أنت وبجوندوز وبطفلنا القادم، فتعود إلي الحياة. ستعود إلينا الحياة معا عندما تنتهي قضيتك. سننطلق على أحصنتنا في المراعي كما كنا. ما فعلته ليس سهلا أبدا، وهو بالتأكيد متعب ويبعدك عن من تحب، ولكنك ستحصل على مكافأتك، وفي ذلك الوقت سوف يذكرك الجميع على أنك كنت بطلا. عندك عمل كثير اليوم، هيا بسم الله. سوف أكون بجانبك على الدوام وجاهزة إن طلبت أي شيء. وماذا سأطلب حليمة؟ رأيتك فضحك وجهي وقلبي قد ارتاح، وهذا يكفي.